فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطية. يا إخوتي، لما قدم كيفا إلى أنطاكيا قاومته مواجهة، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء أناس من عند يعقوب كان يؤكل الوثنيين، ولما جاءوا أخذ ينسحب ويتنحى خوفا من أهل الختانة، وجاراه سائر اليهود في محاباته، حتى برنابا نفسه جرى بمحاباتهم. ولكن لما رأيت أنهم لا يسلكون مسلكا مستقيما بحسب حقيقة الإنجيل، قلت لكيفا أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش كالأمم لا كاليهود، فكيف تلزم الأمم أن يعيشوا كاليهود؟ نحن بالطبيعة يهود، لا خطأة من الأمم، ولكننا نعلم أن الإنسان لا يبرر بأعمال الشريعة بل بالإيمان بيسوع المسيح. لذلك آمنا نحن أيضا بالمسيح يسوع لكي نبرر بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الشريعة، لأنه ما من بشر يبرر بأعمال الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى أن نبرر في المسيح قد وجدنا نحن أيضا خطأ، فهل يكون المسيح خادما للخطيئة؟ حاشا.